مساء الخير، شلونكم؟ طبعا هذا السناب او الفيديو خصيصا لشخص واحد بس ليشوفني هو هسه. شلونك ورا ما راحت 150K والفلوس تاخذها من العالم والمنشورات الطائفية اللي تنشرها باسمي؟ ما تخاف، او انت جبان اصلا ما تنشرها باسمك يعني؟ والكم غبي اللي مصدق هاي صفحتي طارت هسه، مو يلا روح سوي غيرها من جديد وخلي تصعد حتى همين اوخر لك اياها. مناسبة هو هسه ما اعرف يعني، اكيد هم مش راح يقولون هذول اللي كانوا مقتنعين انه هذاك حسابي، حيقولون حساب زينة هكا. الانستغرام ماتي نزلته، ما وصيك همي نعود اخ سوي انستا واخذ نفس الصورة ونفس اليوزر وكل شيء، بس اني ما طير لك اياه من هو يعني بعد صغير، لا كل شيء يكبر. شفت وصل 150 وصار حلو وراح بعد عيد هالنوب. يلا مثل هذاك اللي طبعا كان همين مسوي حساب ذاك 85K، واخر شيء بايع الوحدة، يعني هي مشهورة يعني معروفة بس ما اقدر اقول اسمها. المشكلة اني ما ردت احرجها يعني، لانه اني اعرفها يعني، ما ردت احرجها اقول هذا الحساب كان وهمي ومن اشتريتي انت هسه ومسح اقول اسمها. المشكلة اني ما ردت احكي واذا تنزلين بي ترى كان باسمي، استحيت. يلا اكيد هي حتعرف نفسها، اني ما دا قصدك بس دا اقول لك لا تشترين بعد حسابات مو الك.